أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصة. معنا لليوم ضيف مميز جداً وهو السيد أسعد القواسمي، أمين صندوق غرفة تجارة الأردن، وهو بالطبع ممثل قطاع الألبسة والنوفيتي والمجوهرات. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بكم. سيد أسعد القواسمي، يعني بداية حدثنا عن نفسك، من هو أسعد القواسمي؟ طبعاً أسعد محمد القواسمي، أنا بالأصل من تجار وسط البلد، نعمل في مجال الجملة. تخرجت سنة 1989، مواليد 1968، من الجامعة الأردنية، أحصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، بعدين تدرجت في العمل العام، بداية في عضو لنقابة تجار الألبسة، ومن ثم نائب نقيب تجار الألبسة، وبعدين ترشحت إلى غرفة تجارة، وكان لي يعني شرف أخدم في غرفة تجارة الأردن ممثلا لقطاع الألبسة والمجوهرات والأحذية والجلود وإلى آخره مما يشتق من الألبسة. طبعا أنا برضو عضو هيئة مديري ونائب المدير العام في مؤسسة مراكز التدريب والأزياء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وعدة أعمال في لجان وجمعيات ويعني أعمال عامة يعني تفيد الوطن إن شاء الله. يعني سيد أسعد القواسمي، حدثنا يعني حضرتك ممثل قطاع الألبسة والنوفيتي والمجوهرات، حدثنا عن طبيعة عملك، يعني ما الذي تقدمه لغرفة التجارة؟ يعني بطبيعة الحال إحنا بنذلل المعيقات والعقبات اللي بيشاهدها التاجر، يعني كان يومية أو إنها من خلال عدة قرارات حكومية، أو من إنه تاجر مثلا تعرض لأي أزمات ممكن إنها تأثر على شكل عام التجارة وليس شخصية، وبعض الأمور الشخصية للتجار ممكن إنه نحلها في الترتيب مع الجهات المعنية، بحيث إن تدليل هاي المعيقات والعقبات التجارية اللي بتواجه التجار بشكل عام من ألبسة ولا أحذية ولا من مجوهرات، نعمل على تنسيق وترتيب هذه الأمور بين الغرف التجارية والتاجر كمان، بالإضافة أنه يكون هناك مساهمة من التاجر في الغرف التجارية، بحيث أن يكون يعني في نشاط تجاري نبرزه للمجتمع في هذه المجالات. طبعا احنا كغرفة تجارة بتعرفي احنا بنسهل عملية المنتديات التجارية والمؤتمرات التجارية، جلب الاستثمار للأردن، بنعمل على نشر ووعي الأفكار التجارية للتجار من ناحية ضريبية، من ناحية الجمركية، من ناحية العلاقة بين التاجر القطاع العام والقطاع الخاص. هذه كلياتها طبعا الأمور احنا بندخل في ترتيباتها كأعضاء غرف تجارية أو ممثلين لهذه القطاعات. طبعا ما زال هناك في معيقات، في عقبات تجارية موجودة على الساحة، بنحاول دائما انه احنا نتوصل لرفع مستوى المبيعات، رفع مستوى جلب الاستثمار، رفع مستوى القوة الشرائية، هذه كلياتها من اهدافنا يعني اللي احنا بندور انه نكون موجودين بالساحة. نعم. يعني سيد أسعد، بما أنك داخل هذه البيئة، يعني بيئة التجارة في الأردن، حدثنا ما رأيك في التجارة داخل الأردن؟ يعني الحمد لله، أول إشي إحنا بنحمد ربنا أول عن الأمن والأمان، وجود جلالة الملك عبد الله اللي هو يعني ملهمنا الأول في عملية جلب الاستثمار، اللي دائما هو يسعى في عملية إنه يكون هناك في حوافز في الأردن لجلب الاستثمار، وهو السفير الأول للاقتصاد الأردني خارج المملكة. طبعا احنا بالبلد الأردن بلد يعني صغير، إمكانياته صغيرة، موارده قليلة، ولكن هناك في يعني رجال يقومون على دائما على عملية البحث في الاستثمار. نواجه معيقات بصراحة، وشي هذا يعني موجود على الساحة ومش مخبى عن الجميع. احنا بلد صغير، الحدود كلها مغلقة أمامنا، يعني شمال مغلقة، جنوب مغلقة، غرب مغلقة، شرق مغلقة، يمكن الجنوب بشكل يعني
أبسط من الإغلاقات اللي إحنا بنشوفها من وجراء الحروب وجراء المشاكل الموجودة على الحدود، هذا كله أثر فينا بصراحة وأضعف الأسواق. نعم. وأصبح هناك في قوة شرائية ضعيفة، بالإضافة إلى العبء المالي اللي إحنا قاعدين بنواجهه من جراء الإجراءات الحكومية اللي هي غير مستقرة، أنا بسميها يعني في جرات يعني كتير من عدم استقرار القرارات والتعليمات اللي إحنا بنواجهها من الحكومة. اليوم في نسب جمركية منخفضة، بكرة برفعوا النسب الجمركية، اليوم بنسمع بضريبة مبيعات وضريبة الدخل منخفضة، بكرة بنرفعها، بنعاود بننزلها. هذا عدم الاستقرار شوي بشوش على المستثمر أو التاجر الأردني بصراحة. من المعيقات يعني اللي إحنا بنواجهها دائما وباستمرار كمان بالإضافة لهذه الشغلات، يعني التدخل الأماني، عندنا طبعا الضريبة عالية، يعني هذه لو كانت منخفضة كان إحنا بنقدر نجلب قوة شرائية من خارج البلد، يعني بحيث إنه يكون هناك كمان مش أهل البلد الوحيدين نعتمد عليهم، ممكن نعتمد على عدة بلدان أخرى مفتوحة لإلنا، لأن إحنا قلنا لك نتمتع الحمد لله بالأمن والأمان. هذه يعني نقدر إنه نحكي إحنا بنقدر لازم نستثمرها كاستثمار كبير للأردن. طبعا التجارة تواجه عدة مشاكل صحيح، وحكينا من أهمها هي عدم الاستقرار التعليمات. في عنا كمان كثرة الجراهات المراقبة للتاجر، يعني إحنا بنحكي بجهات مراقبة مواصفات، بنحكي في جمارك، بنحكي في شرطة بيئية، بنحكي في عدة أمور تتدخل بالتاجر في هذه الأمور، وكثرتها تسبب إرباك للعمل. يعني لما نقول جهات مراقبة من 3-4 شغلات أو من 4 جهات لشغلة معينة واحدة، هذا كله يسبب إرباك في السوق. مراقبة الأسواق من الناحية العلامات التجارية، إحنا مع أن يكون هناك في مراقبة، مع أنه الغلطان يجب أنه يعاقب، ولكن يعني تخرج البضاعة مثلا من مركز جمركي، خلصت التفتيش، خلصت الترتيب المواصفات، بيجي بعديها الجهات المراقبة الثانية جاي الجمارك، بيجي بعديها البيئة كمراقب خارجي، بيجي عليها المواصفات والمقاييس كمراقب أسواق. هذه كلياتها تعمل على إرباك هذا. بنرجع إلى السطر الأول اللي بلشنا منه، من حيث أنه بيصير العملية أنه إحنا قاعدين بنبلش بالإجراء الأول من 4 جهات، وهنا هذه كتير من اللي بتواجه المعيقات اللي إحنا قاعدين التاجر بتهرب منها، وهذا بأثر عليه في عملية الاستيراد، في عملية الاستمرارية، في عملية يعني بنحكي الدافع القوي للاستمرار. هذه طبعا احنا بنواجهها، احنا بنطلب من الجهات اللي احنا بنتعاون معهم، هم يعني مش بعيدين عنا، كوزارة صناعة وتجارة، كجمارك، كضرائب، كمؤسسة مواصفات، كل هذه احنا بنلقاهم، ورجالاتهم رجالات دولة ورجالات اخوان واصدقاء، ولكن يجب ان يفتحوا ذراعيهم لمقترحاتنا و يعني اقتراحات زائد حلول. احنا ما بنعطي اقتراحات وبنلفظها يعني عنها. بالتأكيد يعني هذا كان سؤالي لك، يعني نحن تحدثنا عن العقبات والمشاكل، يعني كغرفة تجارة الأردن يعني ما دورها كان في هذه العقبات؟ يعني ما الحلول التي قدمتها؟ هل وجدت حلول وسطية يعني تستطيع التعامل معها؟ يعني نعم هلا احنا من واجبنا كممثلين قطاعات لغرفة تجارة الأردن ليس فقط يعني إيجاد المعيقات والهروب بعدها، لا، إيجاد موجود المعيقات وشايفينها على الملأ، ولكن احنا ومن واجباتنا احنا كمان مش تدليل المعيقات وحل، وجود حل. احنا بنعطي حلول للمؤسسات الدولة، وبنفهم مؤسسات الدولة انه لو اردنا انه نسوي الترتيب هذا برجع للدولة على افضل للتاجر وللدولة. يعني من بين هذه الافكار اللي انا مثلا كنا احنا كألبسة انه خفض الجمارك، ليش ما نخفض الجمارك هاي؟ ليش ما نخفض الرسوم الجمركية والضريبية؟ رح نلاقي انه فيها ايجابيات اكثر من سلبياتها. صح انه بده يروح على الدولة ما يقارب 150 مليون دينار من وراء الجمرك الألبسة، ولكن بيجي على الدولة أكثر من هذا الرقم من حيث الإيرادات. أول شيء بنقضي على التهرب الضريبي والتهرب الجمركي. إحنا لما نمسك التهرب الضريبي والتهرب الجمركي من ثغرات البلاد أو من الحدود، إحنا بننزل الضريبة والرسوم الجمركية بحيث تكون منخفضة، بحيث تكاليف التهريب تكون أقل
تكون أكثر من مستوى الرسوم. لذلك إحنا التاجر بصير عنده قوة في عملية الاستيراد، بالإضافة إنه ما بتهرب وما بنضع المهربين بشكل خاص كنوع من التجارة عندهم، إنه والله أنا باجي بحكي إنه هاي البضاعة بتدفع عليها جمرك 10,000 أنا بطلع لك إياها بخمسة، لا بالعكس أنا مستعد أدفع 5 و6 للحكومة ولا أو أكون بالسيف سايد ولا أنه أهربها. فهذه الإيرادات اللي هي 150 مليون نطلع إحنا فيها للحكومة ممكن تيجي من جراء أنه مثلا القضاء على التهريب. طب يعني سيد أسعد، يعني سؤال يعني فضولي، يعني ما الذي يمنع من تطبيق هذه قوانين كهذه القوانين يعني من شأنها رفع مستوى الاقتصاد داخل البلد؟ يعني أين الصوت، يعني يصل إلى أين ويقف؟ يعني ما بخبي عليك أنا في عدة يعني واجهات لهذا الأمر، يعني من بينها أنه مثلا الحكومة بتحكي باسم الصناعيين، نعم، أنهم لهم حق أنه ما تنزلش المبيعات كرسوم أو الجمارك كرسوم. إحنا بنحكي معهم بهذا الحكي، لكن إحنا كبلد ليس صناعي بحت، نعم، ولا يعكن على الصناعة كاملة، بالعكس إحنا موجودة التجارة والصناعة، نعم، وإحنا مستعدين يكون التجارة دائما بجانب الصناعة، لأن الصناعات الوطنية هي يعني مقياس لنمو الدولة. ولكن يعني ما المانع أنه يكون هناك في تجارة حرة، تجارة تعتمد على أنه إعادة التصدير وتعتمد على فتح الأسواق للناس اللي بيجوا لعنا، بالإضافة أنه يكون هذه الصناعة تباع كأي سلعة موجودة عند أي تاجر. يعني التاجر بين قوسين تاجر، يعني هو ببيع السلعة المحلية أو السلعة المستوردة، هو آخر هو رح يبيع، رح يصير تاجر. فهذه من الأسباب اللي هي الحكومة بتحكي فيها أنه يعني بدها حماية للصناعة، بالإضافة أنه يمكن صندوق النقد الدولي بضغط على نعم. على الوزارات وعلى الأردن وشروط قاسية، نعم. أنا بعتبرها غلط. يعني أنا بما أنه أنا وفرت سيولة وفرت إيرادات للخزينة الدولة، إذن أنا ناجح، نعم. ما عندي أنا سلبيات في هذا الموضوع. أنا إذا قدمت وطلع أنه مشروعي ناجح في النسبة للإيرادات وموجود فيه إيرادات زيادة، إذن أنا أطبق بالعكس، نعم، إيجابيات هذا القانون أو إيجابيات هذا القرار اللي بتتخذه الحكومة في تنزيل الرسوم والضرائب. يعني سيد أسعد، يعني على الصعيد الشخصي عفوا، ما الذي قدمته يعني لغرفة تجارة الأردن؟ والله احنا شوفي، يعني اهم شيء احنا بمجال الألبسة والأحذية والمجوهرات انه كان يعني الأسواق متبعثرة شوية بالنسبة لنا احنا كألبسة. الآن احنا في مرجعية، في نقابة قوية كمان، بالإضافة لغرفة التجارة إحنا كان في عنا ترتيب في نقابة قوية تطلع مولودة من رحم التجار. الآن على الساحة العملية إحنا ندلل العقبات تبعت كل التجار، يعني بدون ما بحيث إنه يعني يكون في زي ما تحكي سوء تفاهم بين التاجر والحكومة. على العمل الشخصي ممكن إنه يقدم هذا ممثل القطاع انه يبين وجهة نظر التاجر هذا، ولا تؤخذ بوجهة نظره بانها مثلا وجهة نظر فاسدة، لا، احنا ممكن انه يكون التاجر يعني ممكن يغلط، ولكن مش مقصودة او مش يعني مش مقصود انه يهدر مال او يقلد او الى اخره. احنا بنطلع انه العملية هاي بين القطاع الخاص والقطاع العام يكون في هناك يعني توأمة من ناحية التفاهم، من ناحية هذا يقدم للأردن وهذا يقدم للأردن، نعم. مش شرط أنه التاجر هو بس هدفه المربح، بالعكس إحنا يمكن شفنا قطاع الألبس السنة أو إذا سمعتوا وسائل الإعلام قدم أكثر من 50,000 قطعة لأخواننا الفقراء في المخيمات أو أخواننا في السوريين. هذا التقديم المجال هذا هو عمل إنساني، إحنا خرجنا من عامل التجارة وعامل الربح إلى عامل إنساني، نعم. فالتاجر نفسه قاعد بيقدم لبلده، بيقدم لأخوانه. هلا هنا يعني إحنا الهدف إنه نوصله إنه يكون هناك في دائما في اتصال بيننا وبين الحكومة مباشرة، نعم. يفهموا إحنا ماذا نريد ونفهم هم ماذا يريد. إحنا مش ضد أي قرار، مش ضد أي تعليمات، بالعكس، ولكن هذه التعليمات تستقر، تكون مدروسة،
نكون شركاء في هذه التعليمات. يعني وجود قاعدة يعني مستقرة حتى تستطيع وضع الخطط. نعم. وكأي بلد متقدم يعني التشريع أو التعليمات يجب أن يكون مشاركة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص هو القطاع القائم على ردف الخزينة بالإيرادات. فهذا من واجبه أنه يعرف إيش اللي عليه وإيش اللي له. يعني سيد أسعد، كونك مطلع على غرفة تجارة الأردن، حدثنا عن الخطط المستقبلية لغرفة تجارة الأردن. نعم، يعني إحنا شوفي يعني الحمد لله إحنا في تجانس تام في غرفة تجارة الأردن من حيث عدد القطاعات العشرة. بذكر لك منها الألبسة، بذكر منها المواد الغذائية والمطاعم، المواد الإنشائية، الخدمات، السيارات، الكهربائيات، عندنا الصرافة والبنوك، عندنا عدة يعني ما بدناش ننسى حدا، يعني عدة، بالإضافة إلى الغرف التجارية اللي بتقوم بواجباتها يعني على أتم وجه في كل منطقة في محافظتها. طبعا إحنا بكون عندنا بورد يعني كبير من ناحية العدد، مجلس إدارة كبير، بنعمل على عادة بننور بعض في عملية إيش موجود مشاريع عندهم بالمحافظات أو بداخل القطاعات، بننمي هاي الملاحظات. إحنا واجبنا في غرفة تجارة الأردن بما أني أنا أمين الصندوق أنه إحنا نعمل اتصالاتنا مع الخارج، مع الدول اللي إحنا من يعني بناتنا في اتفاقيات ولجان مشتركة. يعني عندنا لجان مشتركة مع أكثرية دول الخليج من السعودية والكويت والإمارات وعمان وإلى آخره. عندنا غرف تجارية مشتركة مع الدول الأوروبية منها النمسا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يعني أكبر الدول عندنا مع الولايات المتحدة. هذه كلياتها بننميها. صار عندنا من الفترة هاي اللي هي الدورة السابقة كان عندنا مؤتمر كبير للمؤتمر الأردني الخليجي، وكان هناك يعني استثمارات بالملايين. وكنا نقرب وجهات النظر بين المستثمر والحكومة، وممكن انه يعني وصلنا انه احنا نوعا ما يكون في صناديق مشتركة بين القطاعات الخاصة العامة عفوا والخاصة مع الدول الأخرى. فهذه كلياتها كانت من واجبات غرفة التجارة. طبعا نأمل احنا انه السنة هاي يكون عندنا كمان مؤتمرات اقتصادية كبيرة ومنتديات اقتصادية كبيرة ترجع للنفع، مش بس للألبسة والأحذية والمجوهرات، ترجع للنفع لعدة شغلات، يعني منها التموينية، منها الخدمات، منها السيارات، منها النقل، منها السياحة. كل هذه راح تكون مصبوبة السنة إن شاء الله بتركيز معين إنه يعني نزيد من عملية النشاط التجاري. إحنا كما سبقت وقلت من أول، إحنا هدفنا زيادة قوة شرائية، جلب السياحة التسويقية، جلب السياحة العلاجية، جلب السياحة اللي هي العائلية. هذه كلياتها من أهدافنا إحنا كغرف تجارية. لكي نقدر يعني زي ما قلت لك فهمتك إنه إحنا الحدود كلها مغلقة. الآن لو استطعنا إنه نجلب هذه الشغلات إحنا ممكن نزيد من إيرادات الدولة إن شاء الله. نعم. سيد أسعد، يعني بعيدا عن غرفة تجارة الأردن أنت تمتلك مشاريعك الخاصة. نعم. يعني حدثنا بشكل سريع عن هذه المشاريع. يعني هي مشاريع كلياتها احنا بنعمل في يعني زي ما نحكي فاميلي بيزنس، يعني عائليا، وليس لنا شركاء او وليس لنا يعني مجموعة من الشركات. احنا نعمل في شركات خاصة لنا طبعا هون ودبي، عندنا مكاتب في دبي وعندنا شغلنا الخاص هون. احنا نعمل في مجال الألبسة، توزيعها جملة، نعمل على عملية يعني جلب البضائع من الخارج وخاصة من الصين الشعبية، يعني أكثر استيرادنا، بالإضافة إلى تركيا. بنشتغل على أساس توزيعها جملة وبعدها نشوفها بالمفرق اللي تصل إلى الزبائن. بنحرص أنه يكون أسعار معتدلة، وهذا ما نوصي فيه دائما أخواننا التجار إلى آخره، أنه يكون هناك عندنا أسعار جيدة. وبالفعل يعني خلال السنتين هاي شفنا انه اسعار الألبسة كانت اسعار يعني متدنية نوعا ما، اقل منها من سابقاتها خلال السنين السابقة. كمان عندنا بنشوف يعني انه احنا كنشاط تجاري خاص في 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 شركتنا، يعني بنحاول انه نوصل الافكار الجديدة اللي بتجينا من برا
من ناحية الأزياء، من ناحية الماتيريال، من ناحية الجودة، نطبقها هون عنا بالأردن، بحيث أنه يعني يكون هناك في نشاط على مستوى يعني الخاص، يعني برفع مستوى المبيعات اللي إحنا الآن يعني إذا شفنا أكترية الأسواق، وليس أنا شخصيا كمان، أنه بنعاني من قلة المشتريات وضعف الأسواق، تدني فيها. نعم تدني طبعا إشي موجود، يعني تدني من التسوق. يا سيد أسعد، يعني فقط توضيحا للمشاهدين، حدد لنا الموقع الحالي. يعني احنا موقعنا كجملة بوسط البلد. نعم. نعمل بوسط البلد بشارع بسمان، وهو شركة مؤسسة من 1946، احنا موجودين بالبلد بسوق البخارية، اسسها الجد. نعم. يعني جد الحج أسعد القواسمي الله يرحمه، ومن ثم الوالد الله يرحمه، من ثم احنا يعني اخذنا الشركة عنهم. نعم. وهي في نفس الموقع. نعم. من 1946 شارع بسمان سوق البخارية. نعم. وانطلقنا بعدها إلى شارع بسمان وتوسعنا في عملية الجملة. وسط البلد هو يعني إرث وتراث يعني نعتز فيه كعائلة وكمواطن أردني، كما أنه يعني يعني بندعو من خلالكم من برنامجكم أنه يبقى هذا وسط البلد هو العبق التاريخي. صحيح. والحضاري للأردن، تمسك به. نعم. نعم. يعني سيد أسعد، كونك يعني تمتلك استثمارات وغيرها، يعني أنت مطلع جدا على موضوع التجارة والاستثمار داخل الأردن، حدثنا عن رأيك الشخصي في الأردن كبيئة للاستثمار. يعني الحمد لله فضل من الله، احنا يعني قلت لك بالبداية يعني ربنا أنعم علينا بفضل انه حنك جلالته باستمرارية الأمن والأمان الحمد لله الموجودة في ترتيب أولوياتنا. احنا كل همنا يعني عفوا اللي يكون اقتصادي، وهذا الحمد لله يعني المطلب ومقدور عليه، ما عندنا هموم تانية كمواطن أردني غير الهم الاقتصادي، وإن شاء الله أنه إحنا نستطيع يعني بحنكة جلالته أنه نعبر من هذا المأزق. يعني أنا بتطلع يعني بشكل عام أنه الاستثمارات بالأردن موجودة، وإحنا بنستطيع أرض خصبة، عندنا أرض زراعية، عندنا أرض للطاقة المتجددة اللي إحنا الآن نبحث عنها، عنا أرض لأنه نعيد زي ما فهمتكم، وأنا بطالب يعني أنه يكون هناك في إعادة تصدير، هاي إشي من ضروريات أنه يكون هناك في إعادة تصدير. عنا النقل على مستوى عالي وموثوق فيه في جميع أنحاء الدول العربية، بالإضافة أنه عنا سياحة يعني نتمناها أنه يفهموها ويعرفوها الإخوان خارج الدول العربية، أنه عنا إحنا من أقل حفرة انهدام وأقل مستوى إلى أعلى مستوى في الجبال، عندنا بين المدينة والمدينة 30 و40 كيلو، وهذه من الميزات اللي إحنا قاعدين بنشوفها في الدول العربية مش موجودة أو الدول الأجنبية. عندنا بين الجبل والسهل 10 كيلو 15 كيلو، عندنا آثار قديمة رومانية وبيزنطية، عندنا علاج يعني متقدم، وهذا موجود بالساحات اللي احنا بنشوفها بين الابحاث العلميه. عندنا الحمد لله شباب متعلم متقدم، طاقة هذا شيء بحاجه. نعم، طاقه شبابيه، هذا كلياته احنا موجود. يبقى عندنا كيف ندير الاستثمار. صحيح. صحيح. وهذا الشيء يعني ليس بالسهل ولا هو بالصعب. صحيح. يعني سهل ممتنع. سهل ممتنع، نعم بالضبط. يعني احنا حاليا قاعدين نتطلع على بلدان متقدمه كانت بإمكانيات بسيطة جدا. صحيح. وأثبتت وجود زي دبي وسنغافورة وهونغ كونغ، بلشت بي 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 يعني بداية الـ نحكي النشاط التجاري. صحيح. ومن ثم أصبحت عقارية مشهورة، وأصبحت من تجارة لصناعة مشهورة. يعني كل هذه يعني ممكن إنها ما تكون معيقات لإن إحنا، بالعكس هذه يعني حوافز إن إنه إحنا نتقدم. صحيح. وهناك كتير من الشباب والطاقة الموجودة في الأردن. صحيح. مستعدين إنه يبذلوا ويعطوا. طبعا القضاء على الفساد هذا إشي مطلب، يعني مطلب كل مواطن، مطلب كل تاجر، مطلب كل إنسان، إنه نقضي على الفساد ونقضي على المحسوبية ونقضي على الجهل اللي موجود احنا ببعض الاماكن. هذا طبعا هي مطالبنا احنا، زي ما فهمتك انه احنا استثمارنا في اهلنا في شبابنا موجود.
يعني وباستمرارية أنا بشارط عليه هذا كل الأخوان اللي بالمؤسسات الحكومة إنه إحنا عندنا طاقة شباب، عندنا طاقة إنتاجية لهذه الأمور. صحيح. إن شاء الله. يعني سيد أسعد، بتطرق إلى موضوع الشباب والطاقة الشبابية، يعني وجه رسالة للشباب العاطل عن العمل الذي يتكل على الشهادة، يعني أن هناك مجالات أخرى يعني يستطيع العمل بها. نعم، طبيعي بطبيعة الحال إحنا الآن يعني لو جينا اجتمعنا بين صناعيين و تجار، الكل بيحكي لك بالعمالة. نعم. اليد العاملة بدنا نجيب يد عاملة من الخارج، بدنا كذا، وهذا إشي موجود على الساحة وبنقدرش ننكره. يعني اليد العاملة هي أصبحت المشكلة الأساسية في التجارة. نعم. والصناعة، وذلك لأنه الشباب البلد للأسف يعني لا يستطيعون، عازفين عن العمل في القطاعات، ليس بعزوف قد ما هو في استمرارية، يعني يعمل شهرين ثلاثة ما يريد شيء ثاني أو كذا. هذا الحكي اللي إحنا بنوجهه للشباب، بالعكس الاستمرارية في العمل بتعطي إنتاجية، بتعطي تحسن معيشة، بتعطي آخر إشي الوصول إلى الهدف. يعني الآن إحنا قاعدين نتطلع شباب بده على طول يستلم مكتب، بده يستلم إدارة، وهذا إشي غلط. يجب إنه على طول إنه يكون هناك في استمرارية، في يعني القليل الدائم خير من الكثير الزائل. صحيح. يعني لذلك احنا بنحكي دائما للشباب انه بالعكس احنا شبابنا عنا طاقة، كلنا بنحب بلدنا، يجب انه نستمر، يجب انه نثبت بمصانعنا بحلاتنا بحيث انه نستطيع انه نقوم بواجباتنا. وهذا يعني رسالتي للشباب إن شاء الله. يعني سيد أسعد، نحن ننعم بنعمة كبيرة جدا يحسدنا عليها الكثيرون، ونحن نعيش وسط يعني داخل وسط ملتهب. حدثنا عن نعمة الأمن والأمان. طبعا الحمد لله احنا بالبداية حكينا عليه، هذا نعمة الأمن والأمان احنا بنستقر فيه، والعكس يعني احنا بنفتخر فيه الحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل توجيهات سيدنا طول الله عمره. يعني البلد احنا شفنا يمكن اكثر من مره انه حاول يخترقوها، والحكي الحمد لله رب العالمين، يعني وعي الشباب، وعي المواطنين، حبهم لبلدهم من جميع المنابت ومن جميع الاماكن كلياتهم، يعني بلاقي فيهم الحس الوطني العالي اللي يخاف على مصلحته، يخاف على بيته، يخاف على تجارته، يخاف على سيارته، يخاف على ابنه، يخاف على كل شيء ما يمتلك. هذا الشيء الخوف اللي سبب عنا احنا نوع من النظرة الأبعد من أنه والله إحنا نتطلع لبلدنا أنه والله هو عبارة عن عابر سبيل. لا بالعكس، إحنا وطننا متمسكين فيه، وطن الحمد لله فيه رجال وكفاءات، الحمد لله بننعم في الأمن والأمان، نرفض أي إنسان يتدخل في بلدنا، لا من ناحية سياسية ولا تجارية ولا حدا جاي يعني فهمنا إحنا شو بنعمل في بلدنا. بالعكس رجالاتنا موجودة وما الله يحميهم كلياتهم، يعني كل واحد في أماكنه، كل واحد بمؤسسته، يعني قادر إنه يكون قائد ومنتج. هذا الإشي كلياته إحنا يعني بننعم فيه الحمد لله رب العالمين، وبندعي الله أنه نستمر فيه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني سيد أسعد، بنهاية اللقاء نتمنى أن توجه بطاقة معايدة لجلالة سيدنا والشعب الأردني بمناسبة الحلول العام الجديد. طبعا إحنا جلالتنا قد ما يعني بعتنا له شكر وتقدير، بصراحة لن نقوم ب يعني كفاءة اللي بقدمها هو لبلده ولشعبه، علمنا دروس كثيرة، سافرنا معه كغرف تجارية وتعلمنا منه يعني كتير من الأمور اللي إحنا نجهلها بصراحة. الله يديم علينا ويديم الأمن والاستقرار، إحنا طبعا من وراءه، وإحنا طبعا جنود، كان تجار ولا سياسة، إحنا جنود لهذا الوطن وجنود لجلالته، والله يديم علينا وعليكم طبعا الأمن والاستقرار. ونشكر طبعا يعني جلالته على ما يقدمه دائما في سبيل إنعاش الناحية التجارية والاقتصادية، وإن شاء الله يعني بهمته بهمة الإخوان الفريق العمل اللي بقوم فيه دائما، والآن هو يترأس السياسات الاقتصادية، وهذا أمنا لأنه رح يكون مطلع اطلاع مباشر فيه على مجلس السياسات الاقتصادية اللي هو يترأسه، ونتمنى له يعني طبعا هو المعلم الأول وهو الملهم الأول أنه يقود هذه السفينة إلى بر الأمان إن شاء الله من ناحية الاقتصادية إن شاء الله. يعني سيد أسعد القواسمي، أمين صندوق غرفة تجارة الأردن، يعني شرفتني كثيرا بتواجدك اليوم معنا، وشكرا لك لهذه الحلقة المميزة، وشكرا لك لدعم الإعلام الأردني. شكرا تسلم. شكرا لكم.
حرام.